أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مشتركة تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال بعثة رسمية بمختلف مراحلها وإجراءاتها وحتى صدور النتيجة النهائية الرسمية لها. وأكد رئيس الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في مجال الانتخابات والاستفتاءات، وتشمل مهام البعثة الرصد والمشاهدة والملاحظة لكافة الإجراءات والتحضيرات ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز الأصوات والتأكد من الالتزام بتطبيق ما ينص عليه الدستور والقانون في مصر في شأن الانتخابات الرئاسية، وكذلك القرارات والتعليمات والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية المستقرة عليها في هذا الشأن.